معاكم ومعاونينكم ومسهلينها عليكم كذلك في الأطباق اللي ممكن تقترحوها في النهار في الغداء أو العشاء وتفرحوا بها العائلة ديالكم والحباب ديالكم. واحدة من المستمعات الوفيات اللي دائما كتشارك بأطباق رائعة ومتميزة حليمة من تمارة. وصباح الخير لله حليمة. تبارك الله عليك وتحياتي لك. احبابك شفتكم على هذا كبيرين وغمور هادي. انا كاينه موجوده دائما غير هو مع اللائحه ديال كل المستمعات ومع المشاركات حنا كنحاولوا يعني كل واحد نديروا ليه خاطره ويكون كل شيء يعني فرحان ونشط. لاله حليمه الاسره كبرات لاله هنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر تبارك الله الحمد لله. الله يوفقهم وتحياتي للمستمعات كاملين من داخل الوطن وخارج الوطن تحياتي كبيره وتبارك الله عليهم وتبارك الله عليكم. شكرا حليمه شكرا حليمه تبارك الله عليكم لنوليكم لاله لنوليكم مبروك. قول لي اش موجده؟ الخير موجود الخير موجود. انا عارفك انا عارفك ما كتحشميناش وما كتحشميش المستمعات كتجيبي دائما الجديد واللذه الجديد ماشي غير في الشكل ولكن حتى في اللذه لاله حليمه واللي مجربه ما كنديرش حاجه زعما اللي هي تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شنو موجدنا اليوم؟ الحوت كالامار معمر بهبرات الميرلا الى عجبكم. كالامار معمر بهبرات الميرلا انا من النوع اللي منك كيعجبني الزهره تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ودابا الصيف الواحد كيحتاج بحال هاد الشهيوات الخفاف ما فيهمش تماره وما فيهمش ولا بالفران ولا شي حاجه اللي خفيفه ظريفه اكيد. لا ولكن كالانسان من الاحسن ما يقليش الانسان. انا من الناس اللي كنقليش انا اصلا ما كنقليش الحوت. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الكالامر كناخذوا الكالامر الكبيره ياك لا؟ لا كاين الكبير كاين المتوسط كتاخذ على حسب الاشخاص بحال دابا انا كندير 6 ولا 8 ديال السمكه ديال الكالامر. اها كديري 6 ولا 8 ديال الجيوب ديال الكالامر. اي 6 ولا 8 اها كناخذوا معاهم على حسب الانسان اللي بغى ربعه يجرى ديال الميرلان. المهم المهم داك القطع ديال الهضره ديال الحوت البيض تكون المهم رابعه كاينه ولا رابعه المهم على حسب. اييه ثم دابا الميرلان تبارك الله راه موجوده تمام. كاينه واحد البيضه مسلوقه بيضه مسلوقه كاينه واحد جوج بصلات جوج بصلات بيضين بصله بيضه من احسن بيضه انا إيه؟ ما كاين واحد شويه المعدنوس شويه المعدنوس وشويه ديال الزعتر شويه الزعتر ورقه سيدنا موسى تكون غير وحيده ورقه سيدنا موسى واحد جوج معالق كبار ديال الزيت لا على حسب الاشخاص اللي بغى اللي عندهم الزيت العود يديرها اللي عندهم الزيت الروميه يديرها جوج معالق كبار زيت البلديه ايه. وكاين جوج معالق كبار ديال الزبده جوج معالق كبار زبده لكن دايما الزبده تكون رطبه ايه رطبه واخا ايه. وكاين واحد العصير ديال الحامضة عصير حامضة ايه عصير ديال الحامضة وكاين شويه ديال الملح شويه البزار انا ما كنديرش العطريه ياك لاحظتها كاين غير الزعتر كتعتمد على الزعتر وورقه سيدنا موسى. الزعتر وكندير بزاف انايا الاعشاب وكندير فيه. تبارك الله عليك تبارك وما كاين ما احسن من ما كاين ما احسن من هاد النسمه اللي كتجي عن طريق الاعشاب كتاكلي شي حاجه جديده. وكتحسي بالحوت النسمه ديال الحوت كتحسي بها. تبارك الله عليك اذا العطريه كتطغى عليه. تماما كتقتل ديك المذاق ديال الحوت والنكهه ديال الحوت. طيب نمشيو للطريقه. كاينه للزيان. نعم نمشيو للطريقه. يلا حبيبي مرحبا طرفا كنشدو داك الكلامه كنطفو كنخويو من الداخل ديالو اييه ودوك اللانيتات ديالو اللي كاين دوك الطوال كنحتفظو بيهم اييه نحتفظو بخيوطو خيوطو ما كنلوحوهمش هادو كنحتفظو بيهم واخا كنشدو كنغسلوه مزيان كنحطو في البان كيتقطر من الماء كنشدو دوك اللانيتات ديال دوك الخيط ديالو كيتقشرو من ديك القشره الكحيله بغا يحيد موحد ماشي مشكل يتنقاو مزيان يتنقاو يتنقاو مزيان كنشدوهم كنشحرهم بشويه ديال الزيت مع شويه ديك الزبده هي نشحروهم مع الزيت نشحروهم مزيان الزيت باش الزبده كيتقطعو لينا كيجيونا ساهلين واخا اييه باش الناس يفهموا كنشدوهم كنشحرهم ديك شويه ديال الزيت مع شي مده خمسه ديال الدقائق خمسه دقائق اييه هما كتحكي لهم راك شدو راسهم شويه كنشدهم كنقطعوهم قطع صغيره فهمتي لاله زيان اييه انا معاك بس ما كنجرب عليك بحال حسيتي بيا ياك ماشي مشكل معاكم الدنيا هادي ولكن كنحاول اني ناخذ المقادير وناخذ الطريقه بجهد غير باش نمررها من بعد للمستمعات اللي كيستمعوا لينا. اذا نقطعوهم قطع صغيره هي من بعد ما شحرناهم في شويه الزيت والزبده كنزيدوا عليهم بصله واحده
اذا نزيدوا بصله واحده، ما ندوك جوج بصلات اللي عندنا. اي اللي عندنا وحده فقط كنشدوها كنشلضوها رقيقه. نشلضوها. اه اللي كنشلضو كنحركوها شي شويه مع داك القطع ديال السميتو ديال العبره ديال الخيوط ديال الكلامر. ايه وكنضيفو ليهم ديك الهضره ديال الميرلا. اييه مقطعتها هي صغيره. اييه هي وكنخلص فيكم كيتخلص مزيان وكنزيد عليهم داك البيض داك البيضه اللي مسلوقه. اييه زائد كنفرتوها. اييه البيضه المسلوقه كنفرتوها هي هكا هي عشوائي بيدينا. المهم تكون كبيره تكون مهم. اييه وكتصرف تفرت كيدا تعرفين. وكنزيدو عليهم داك المعدنوس. ونزيدو المعدنوس. ايوا صافي مفهومه دابا ياك؟ لا مفهوم كل شيء. هذا الشيء كله ملي كنضيفوا ديك الهبره ديال المرلا ولا بد راها العافيه خدامه للا للا حليمه. شويه ايه ما هي طيبه اصلا. ايه ايه هي الهبره راه طيبه اصلا غير شويه ولا بد غير تقبط راسها. لا ايه ما دام غادي تطيب. ايه واخا. ايه ومن بعد كنزيدو شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار. ياك المهم هذاك ما تقولش زعما على ديك ورقة سيدنا موسى ولكن داك الخل الثاني. نعم. فهمتي؟ اللي كنخلطها فيه كله كنسدو كنعمرو به داك الكلامار. الحشوة. أييه. كنعمروه شي بزاف، المهم الزيت اللي غيتعمر الزيت اللي غيتخيط لينا. واخا. اللي عنده الخيط يكون غليظ شوية يخيط ما عندوش كيدير داك الكربو. أييه وكاين الخيط الغذائي راه كيتباع ورخيص وصحي. راه في متناول الجميع وصحي. أييه. كنسدو ديك البصلة الثانية اللي بقات. ها البصلة الثانية. أييه. كنسحروها حتى هي. اييه شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. المهم الزيت المهم تسحر فيه الزيت والزبده. اييه حتى كتاخذ واحد اللون. اللون ذهبي. اييه كنضيفوا ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. اييه ها وكنضيفوا ليها شويه ديال الماء زاد فين سيتر ديال الماء وكنزيدوا العصير ديال الحامض ديال الحامضه وكنزيدوا داك الزعفر وكنزيدوا لك ورقه سيناموسا. ياك عارفين هما كنخلوها حتى كيغلي كيغلي. اييه كنحطو دوك الكلامر اللي معمر. اه فهمتي. ايوا هادشي خاصو يكون في شي شي طاوله تكون هي ولا جميله كبيره. اييه انا ميراث جميله جميله كتعطي مذاق زوكي على خاطره على راحها. ونضيف الكلامر ها هو المعمر. وغادي يكون على نار هي شويه ما تكونش مجهده ولا شي حاجه شويه باش يزيد فاش يطيب. واخا مده ساعه ومن بعد مره مره يتخوى عليه داك المرق. اييه اه تا كي داك المرق كيشرب ما كيبقاش كيشرب كيتعد فهمتي ما كيبقاش داك الماء ما كيطيب. كاين اللي كيطيب كاين اللي كيقطعو انا كنقطعو. كتقطعي شرائح كيعطي واحد المنظر زوين. اما كتقدمي معاه سلاطه اما كديرو منصيده اختيار ليهم اما الروز اما يديروا لي اي حاجه. نعم تبارك الله عليك على هذا الكلامار المعمر بالهبره ديال الميرلا. اكيد ما يفوتنيش نعاود معاك المقادير حليمه ياك. وبالنسبه للطريقه ديال التقديم يعني نجيو للطريقه ديال التقديم باش نعاود من الاول معاك. اللي بغى يدير بغى يفرش الخبز يفرشو. يفرش الخبز يحطه في الدوائر. يدير مطيشه يدير الحامض دوائر يدير اما الناس عندهم اختيار البطاطا ديك الصغيره صوتيها قانيه مطلقه وصوتي وتحط في الزناب الاختيار اليوم. انا كندير مع عم الباربا ندير سلاطه ديال الخيزو محكوك زوعي خضر زوعي خضر محكوك وكندير عليه العصير ديال الحامض وكندير معاه سميتو جوج معالق كبر ديال المايونيز. اذا اذا نمشي معاك المقادير ونعاودوهم مع كل المستمعات اللي اكيد كيسمعوا لنا اللحظه واكيد قابطين ورقه وستيلو ما بغاو ويفلتوا والو. مرحبا. اذا هذا كلامار معمر بهبرات الميرلا من عند حليمه من تماره في المقادير ديالو 6 حتى 8 ديال جيوب الكلامار 4 ميرلا بيضه مسلوقه 2 بصلات بيضات شويه ديال المعدنوس شويه ديال الزعتر 1 ورقه سيدنا موسى 2 معالق كبار زيت البلديه 2 معالق كبار زبده رطبه عصير حامضه شويه ديال الملح وشويه الابزار. في الطريقه غناخذوا الكلامار غنخويوه مزيان نقيوه مزيان وغنحتفظوا بالخيوط ديالو غنحطوه يستقطر. غناخذوا الخيوط غنقيوهم مزيان من ديك الكحوليه اللي فيهم غنشحروهم مع شويه ديال الزيت والزبده غنخليهم 5 ديال الدقائق وغنقطعوهم قطع صغيره غنزيدوا عليهم بصله وحده مشلضه رقيقه. ياك لاله حليمه انا معاك. تبارك الله عليك راك ماشيه تبارك الله 10 على 10. نضيف الهبره ديال الميرلا
ونخلطوا كلشي وغنزيدوا البيضه المسلوقه اللي غنفرتوها قلتي بشكل عشوائي، غنزيدوا شويه المعدنوس شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، غنخلطوا هذه الحشوه هذه كامله وغنعمروا بها الكالمار اللي عندنا وغنخيطوه بالخيط الغذائي. غناخذوا البصله الثانيه غنشحروها في الزيت والزبده باش تاخذ اللون الذهبي ديالها، غنضيفوا ليها شويه الملح والابزار، نضيفوا ليها شويه ديال الماء وعصير الحامضه والزعتر ورقه سيدنا موسى، غنخليو الكل حتى يغلى. غناخذوا الكالمار اللي معمر ونوضعوه في الطنجره وغنوضعوا عليه هذا المرق هذا للحليمه الا ما الا ما الطنجره في الاول الطنجره في الاول اي في الطنجره مع ديك الملح والبزار والعصير والزعتر ورقه السكر، اذا غنوضعوه في هذا الماء اللي مغلي فيه هذا هذا الشيء اي ونخليه على نار مهيله لمده ساعه اييه ونقطعوا يعني هذا الكالمر هذا على شكل شرائح كما قلتي كيجي نوضعوه على الخص ونزينوه بالشكل اللي بغينا احنا وبالخضره اللي بغينا احنا. تبارك الله كل شيء موجود في الاسواق المغربيه والخضر عندنا بالمذاق يعني الطبيعي ديالها. تبارك الله كل شيء ولا كيعرفش لي سلطه وكل شيء ولا كيعرف تبارك الله ما شاء الله. وهذه الوقيته ديال الشلاضه وديال لي سلطات. شكرا لك حليمه من تماره على هذا الكالمر معمر، اكيد ان شاء الله غنتلاقاو بك فرصه لاحقه وتعطينا اكيد من شغل يديك ومن الحداقه ديالك ان شاء الله تشاركيها معنا. شكرا حليمه، خليناك على خير.